نهار سعيد على كل مشاهدينا. النهاردة عايزين نتكلم عن الشيست، الصدر والدراعات. كتير قوي بنقعد قدام التلفزيون تانيين نفسنا خالص ومريحين، الموضوع دوت بيأثر على عضلات الصدر وعضلات الكتف والدراعات. احنا النهاردة عايزين نعرف ايه التمارين اللي ممكن نقدر نعملها عشان نقوي المنطقة ديت ونخلي منظر الكتف والشيست والأبر الجزء العلوي من جسمنا يبقى شكله كويس. يلا بينا نبتدي. ممكن نستخدم 2 ازازة مية او نملاهم رمل نعمل بيهم مقاومة لجسمنا. نمسك هنا في دمبلز كتير تتباع في اماكن لاي حديد نقدر نستخدمها. لازم ابقى قاعدة فردة ظهري وشدة بطني ورقبتي لفوق وكوعي لفوق، هتزق لقدام وارجع تاني لفوق كمان لقدام ولفوق. هايل. لازم كوعي يبقى 90 درجة، ما ينفعش اتني كوعي كده، كده انا مش شغالة صح. 3 4 5 6 7 8. هاي ممكن نشتغل للجناب ده عشان الكتف. 3 4 5 ظهري مشدود ومفروض. 5 6 7 8. الاثنين على بعض، كوعي لفوق 90 درجة وبزق لقدام. 2 3 4. النفس معايا، بطلع النفس وانا بفرد ايدي، باخد النفس وانا بشد ايدي. 6 7 8 للجنب، بريح ايدي خالص، بطلع لفوق. 2 3 4. ايدي في مستوى كتفي، ما تعلاش على مستوى كتفي عشان ما اذيش كتفي. 5 6 7 8. كمان ممكن نقوي دراعاتنا من قدام واحنا قاعدين فاردين ظهرنا وشادين بطننا، لازم نبقى واخدين بالنا قوي. 5 6 7 8. 3 على بعض، 1. هنعمل 4 مرات. 2 3 4. هريح دراعاتي، اطلع للجنب. 5 6 7 8. دراع من قدام، 1 2. واخدين بالكم من دقني. 3 4. كده احنا قوينا عضلات الكتف والصدر والدراعات. نهاركم سعيد.